لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ثم أما بعد، كنا بدأنا في الدرس السابق في القسم الثاني من الكتاب وهو في أدلة الأحكام، والأدلة ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري هو الحكم الخبري. تنقسم الأدلة من جهة مدى الاتفاق والاختلاف إلى أنواع. النوع الأول هو محل اتفاق، وهو القرآن والسنة، وكل الأدلة اللي بعد كده هنجدها مأخوذة أيضا من كتاب والسنة. يعني حجية الإجماع مثلا تجد أدلة في كتاب والسنة، القياس موجود في كتاب والسنة، فكل الأدلة مستنبطة من الكتاب والسنة. النوع الثاني هو محل اتفاق بين جمهور المسلمين، نضيف الإجماع والقياس، يبقى الكتاب والسنة والإجماع والقياس. فمحل اتفاق اللي هو الكتاب والسنة، جمهور المسلمين بالأدلة من الكتاب والسنة والإجماع والقياس. النوع الثالث هو محل اختلاف بين العلماء حتى بين جمهورهم الذين قالوا بالقياس، وهذا النوع يشمل العرف، الاستصحاب، الاستحسان، مصالح المرسلة، شرع من قبلنا، مذهب الصحابة. تكلمنا عن القرآن وقلنا القرآن أشهر من أن يعرف، ومع هذا فقد أتانا الأصوليون بتعريفه. من هذه التعريف، القرآن هو الكتاب المنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم المكتوب في المصاحف المنقول إلينا متواترا بلا شبهة. اشترط يعني التواتر في الإيه؟ في القرآن. ولو في رواية شاذة أو رواية أحد يعني لم تصل إلى حد التواتر فممكن بيفهم منها بتعتبر زي تفسير يعني، ولكن لا تثبت قرآنا يعني. خواص القرآن: أولا أنه كلام الله المنزل على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى هذا لا تعتبر من القرآن كتب السماوية الأخرى كالتوراة والإنجيل لأنها لم تنزل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ثانيا، القرآن هو مجموع اللفظ والمعنى، وإن لفظه نزل باللسان العربي، قال تعالى: إنا جعلناه قرآنا عربيا. فليس في القرآن لفظ غير عربي، فيش في لفظ أعجمي مثلا. قال الإمام الشافعي وهو أفصح من نطق بالضاد بعد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال علامة أحمد شاكر: جميع كتب الله نزل بلسان العرب. وقال أيضا: ليس من كتاب لا شيء إلا بلسان العرب، وعلى هذا لا تعتبر أحاديث النبوية من القرآن لأن ألفاظها ليست من عند الله، هي وحي، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يصوغها بكلامه، والأحاديث القدسية أيضا وحي، ولكن أوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن يعني يصوغ هذه الأحاديث بلفظه، وأوحي إليه معناها وينسبها إلى الله عز وجل يعني معناها، فهي ليست متعبدة بتلاوتها أو بألفاظها، ولكن يعني الكتاب والسنة وحي من عند الله عز وجل. ألا وإني أتيت الكتاب مثلهما، يقول لأنها ألفاظ ليست من عند الله، وإن كان معناها موحى من عند الله، وهذا لا يعتبر من القرآن تفسيره، لو كان باللغة العربية وكذا ترجمته إلى غير العربية لا تعتبر من القرآن، وذلك يقولون تفسير معاني القرآن مش تفسير القرآن. ثالثا، أنه نقل إلينا بالتواتر، من خصائص القرآن أنه منقول إلينا متواترا، فالقرآن اللفظ والمعنى متعبدون باللفظ والمعنى، نقل إلينا متواترا أنه الكتاب الذي أنزل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، أي أن القرآن نقله قوم لا يتوأهم اجتماعهم وتواطؤهم على الكذب لكثرة عددهم، كما قلنا في شرط التواتر
يروي جماعة من الناس تحيل العادة تواطؤهم على يعني يستحيل في العادة تواطؤهم يعني اجتماعهم على الكذب عن مثلهم إلى منتهى وينتهي خبرهم إلى حس. فدل شرط التواتر سواء في القرآن أو في السنة يعني، فيشترط في القرآن التواتر. يقول على هذا فما نقل من القراءات عن غير طريق التواتر لا يعتبر من القرآن، مثل ما روي عن عبد الله بن مسعود أنه قرأ قوله تعالى فمن لم يجد فصيام 3 أيام بزيادة متتابعات. فهذه القراءة محمولة على أنها تفسير للثلاثة، 3 أيام بكونها متتابعات على رأي ابن مسعود، ولكن كلمة متتابعات لا لم تتواتر فلم تثبت قرآنا. رابعا أنه يعني من خصائصه أنه محفوظ من الزيادة والنقصان لقوله تعالى إنا نحن نزلنا الذكرى وإن له لحافظ. خامسا أنه معجز، تحدى الله جل بالقرآن كله فعجزوا، وتحدى ب10 سور فعجزوا، وتحدى بآية بسورة واحدة فعجر، والتحدي قائم. وأهل الكفر وأهل الباطل يعني يحاربون الإسلام ليل نهار، ومع ذلك ما جرؤ أحد وقال أنا أقبل التحدي وهذه سورة تشبه سورة القرآن، ما أحد استطاع ذلك. وإذا كانوا عجزوا في زمن الفصاحة والبلاغة فكيف بهذه الأزمنة المتأخرة. أنواع الأحكام التي جاء بها القرآن 3، أحكام اعتقادية زي الإيمان بالله والملائكة والكتب والرسل، أحكام خلقية زي الصدق والبر والوفاء بالعهد والحسن الإحسان إلى الجيران وبر الوالدين وصلة الأرحام، أحكام عملية تتعلق بما يصدر عن المكلف من أقوال وأفعال وعقود وتصرفات. وهذا النوع الثالث هو فقه القرآن، وهو المقصود الوصول إليه بعلم أصول الفقه. أيضا يقول أحكام في القرآن تنتظم نوعين، أحكام العبادات الصيام والصلاة والزكاة والحج والنذر، وإذاك أحكام المعاملات من عقود وتصرفات وعقوبات وجنايات. نتكلم هنا عن الإجمال. يقول قد بينت في بحثي السابق في علوم القرآن المحكم والمتشابه والخاص والعام والمقيد مطلق مقيد الناسخ والمنسوخ، فنقتصر هنا على ذكر المجمل والمبين. يقول عبد الله بن صالح الفوزان في شرح قوله في الورقات والمجمل ما افتقر إلى البيان، فقولهما أي لفظ افتقر أي احتاج، يعني لفظ الذي يحتاج إلى بيان إما بقول أو فعل، لأن المراد منه لم يتضح، وقيل ما احتمل معنيين أو أكثر. هذا أيضا يبقى مجمل، ما عايزين نعرف أي معنى يقصد. لا مزية لأحدهما أو أحدهما على الآخر. أسباب الإجمال 3، عدم معرفة المراد. من أسباب الاشتراك في الدلالة، وهذا إما في المركب أو المفرد، فالمركب هو ما كان الإجمال منه بالنظر إلى المطلوب من التركيب، كقوله تعالى إلا أن يعفونا أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، فما قالش يعفو الزوج أو يعفو مثلا ولي المرأة، فهل المراد الزوج أو ولي المرأة؟ فهذا يسمى إيه؟ مجمل محتاج إلى بيان، عايزين نعرف يعني مين اللي بادي عقد النكاح. علماء يختلفون يعني، بعضهم يقول الزوج بعضهم يقول ولي المرأة. والمفرد إما اسم كقوله تعالى والمطلقات يتربصن أنفسهن 3 قروء. احنا بنعيد الكلام ده، ذكرناه المرة اللي فاتت بس عشان العلم جديد بندرسه بنعيد فيه، عشان إن فقلنا القرء يعني يطلق على الحيض الحيض وعلى الطهر، واحنا رجحنا المرة اللي فاتت ان هو ايه؟ طهر. ليه؟ فطلقوهن لعدتهن، والواحد بيطال من اراد ان يطلق زوجته ما يطولش عليها العدة، ما يطلقهاش وهي في طهر جمع فيه، ما يتحسبش هذا الطهر وبعدين الحيض وبعدين تبدأ تعد بقى العدة من اول طهر لم يجمع فيه. فاللي عايز يطلق زوجته على السنة ينتظر يعني حتى تطهر، فإذا طهرت لا يجمع ويطلقها في
طهر لم يجمع فيه يبقى ده طلقها للإيه للعدة. فيبقى لها ثلاثة أقراء يعني أطهار، ده أول واحد وبعدين هتحيض وتطهر، طهر تاني وبعدين هتحيض وتطهر، ده الطهر الإيه الثالث، بتنقض العدة بانتهاء هذا الإيه الطهر. وقد يكون المفرد فعلا كقوله والليل إذا عسعس، يعني كلمة يعني وفي كلمات بتدل على شيء وعلى ضده، عسعس قيل أقبل وقيل أدبر، فهل المراد أقبل ولا أدبر؟ فذا أيضا يعتبر مجمل أنه محتاج لبيان، يعني فالمجمل محتاج إلى بيان. أو حرفا فقوله فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، لتردد منه بين ابتداء الغاية أو مبدأ المسح من الصعيد الطيب، فلا يتعين ما له غبار أو تكون للتبعيد. لو قلنا منه يبقى لا بد أن يكون في غبار، فيتعين التراب الذي له غبار يعلق باليد، ولذا وقع الخلاف في ذلك ولا يزول الإجمال فيما ذكر إلا بتعيين المراد. يبقى ده أول سبب من أسباب الإيه الإجمال، عدم معرفة الإيه المراد. السبب الثاني عدم معرفة الصفة ويزول الإجمال ببيان الصفة، أقيموا الصلاة، لو النبي صلى الله عليه وسلم ما بينش لنا اقرأ حتى اقرأ ما معك القرآن، كبر اركع واطمئن ركع ارفع، فبين الصفة فعرفنا يعني ايه اقيم الصلاة. اتوا الزكاة، يعني ان ادي زي اي مال ندي لاي واحد، لا لابد يعني في نصب معين ومقدار معين بيخرج. مثال قوله تعالى اقيم الصلاة، فان صفة اقام الصلاة مجهولة تحتاج الى بيان، فحصل بيانها بالقول والفعل من رسول الله صلى الله عليه وسلم. عدم معرفة المقدار، المثال بتاع الايه اتوا الزكاة، فإن مقدار الزكاة يحتاج إلى بيان، فحصل بيانه بقول الرسول صلى الله عليه وسلم. قول والبيان إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلي. يقول لما عرف المجمل عرف البيان لافتقار المجمل إليه، وهو لغة الظهور، البيان الظهور والوضوح، يقال بان الأمر وتبين بمعنى اتضح وانكشف. وأما في الاصطلاح فهو يطلق على تبيين وهو فعل مبين، ويطلق على الدليل الذي حصل به البيان، ويطلق على العلم الذي يستفاد من الدليل. والمصنف جرى على الأول والأشهر، فعرفه بأنه إظهار المعنى للمخاطب وإيضاحه، وهذا التعريف مبني على ما درج عليه أكثر الأصوليين، حيث خصوا البيان بإيضاح ما فيه خفاء، ومنهم من يطلقه على كل إيضاح سواء تقدمه خفاء أم لا. دلالة القرآن على الأحكام، احنا قلنا القرآن إيه يشترط فيه إيه تواتر، والمتواتر بيبقى قطعي الثبوت ولا ظني الثبوت؟ قطعي الثبوت زي السنة المتواتر أو السنة المتواتر زيها. قدمنا أن القرآن قطعي الورود أو أي ثابت قطع الوصول إلينا بطريقة التواتر، مفيد للعلم اليقيني وصحة المنقول، فأحكامه إذن قطعية الثبوت، إلا أن دلالته على الأحكام قد تكون ظنية، قد تكون ظنية فتكون قطعية إذا كان لفظ لا يحتمل إلا معنى واحد فقط، كقوله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، فدي ما فيهاش إيه يعني دي قطعية الثبوت، يعني قطعية الإيه الدلالة، يعني ما مش هنختلف فيها، محدش هيقول نجلد 80 ولا 90 ولا 110، يعني هي القرآن حدد 100 جلدة. فالمئة قطعية الدلالة على مدلولية، وتكون ظنية إذا كان اللفظ يحتمل أكثر من معنى، فتكون دلالة اللفظ على الحكم دلالة ظنية، مثل قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، قلنا القروء يعني الأطهار أو الحيضات، على الاختلاف يبقى هنا ظنية الإيه الدلالة ولكنها قطعية الإيه قطعية الثبوت. الدليل الثاني من أدلة الأحكام والسنة، والسنة النبوية هي أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته،
فالسنة على ذلك تنقسم بحسب ماهيتها وحقيقتها إلى ثلاثة أقسام: سنة قولية، وسنة فعلية، وسنة تقريرية. في سنة رابعة اللي هي إيه؟ لا لا، اللي هي قول أو فعل أو تقرير أو صفة. صفة. مثال السنة القولية وهي أكثر السنة قوله تعالى: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، وقول من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها. مثال السنة الفعلية: صلاته صلى الله عليه وسلم وحجه، قال: صلوا كما رأيتوني أصلي، خذوا عني مناسككم. من السنة الفعلية ما كان يفعله في الحروب، فإنها تعد مشروعة بسبب فعله. لا، السنة التقريرية هي أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم فعلا أو يسمع قولا فيقره، فقد يقع من أصحابه في حضرات أقوال وأفعال فلا ينكرها، فيعد ذلك إقرارا يعني لها، ومن ذلك إقرار لمن تيمم من الصحابة للصلاة إذا لم يجد ماء ثم وجده بعد الصلاة، وإقرار لعلي في كثير من أقضيته، وإقرار لمن أكل حمار الوحش، وهكذا كثير من المسائل التي تقع من الصحابة في حضرته أو غيبته يقرها، فإن إقرارها بيان شرعيته. زي قصة مثلا عمرو بن العاص لما شكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه في غزوة السلاسل أنه يعني تيمم وصلى بهم، فقال: لو صليت وأنت جنب؟ فقال أنه كان الجو برد جدا وخشي أن يوقد نارا حتى لا يعرف العدو مكانهم أو عددهم، فتيمم وصلى بهم فضحك النبي صلى الله عليه وسلم، فده إقرار. فمن حدث له مثل ما حدث لعمرو بن العاص فيمكن له أن يفعل كما فعل. إقرار للصحابة اللي لأبي يصلي بعد الصبح، فقال له: أهل الصبح أربعة؟ فقال له: إني فاتته ركعتي الفجر اللي قبل الصبح، فصلى بعد الصبح فسكت النبي صلى الله عليه وسلم. مع أن الأفضل أن يصليهم في وقت الضحى، إذا هذا وقتهم، لأن يعني أي صلاة قبل الفجر تعتبر من قيام الليل، فوقتها يعني في وقت الضحى بعد ارتفاع الشمس. ولكن لو صلىها بعد صلاة الفجر فهي صلاة لها سبب، بتجوز في أوقات الكراهة. فسكوت النبي صلى الله عليه وسلم تقرير يعني. حجية السنة: أجمع المسلمون على أن ما صدر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير وكان مقصودا به التشريع والاقتداء ونقل إلينا بسند صحيح يفيد القطع أو الظن، الراجح بصدقية يكون حجة على المسلمين ومصدرا تشريعيا يستنبط يعني منه المجتهدون الأحكام الشرع. طبعا هو بيقول هنا مقصودا به التشريع والاقتداء، النبي صلى الله عليه وسلم لما رآهم يؤبرون النخل فقال: ماذا يفعلون؟ فقالوا: يؤبرونه. فقال: لا عليهم ألا يفعلوا، يعني لو ما عملوش ما فلم يأتي بثمرة يعني، لا، فهم ظنوا النبي صلى الله عليه وسلم رخص لهم في عدم تأبيره. فلما حدث ذلك قال: أنتم أعلم بشؤون دنياكم. النبي صلى الله عليه وسلم يعني صاحب شرع، يعني يبين لنا الشرع، وهذا أمر من أمور الدنيا. فجرت العادة وأهل الخبرة في الزراعة لابد من تأبير النخل، فيقول: أنتم أعلم بشؤون دنياكم. وذلك هنا قال وكان مقصودا به التشريع والاقتداء يعني به، ونقل إلينا بسند صحيح يفيد القطع والتواتر أو الظن، حيث الأحد الراجح بصدقه يكون حجة على المسلمين ومصدرا تشريعيا يستنبط منه المجتهدون الأحكام الشرعية لأفعال المكلفين، أي أن الأحكام الواردة في هذه السنة تكون من الأحكام الواردة في القرآن قانونا، تكون مع الأحكام الواردة في القرآن قانونا واجب الاتباع. فكان الألباني كان بيقول ما فيش فرق بين الكتاب والسنة، كان بيقول إن كأنهما الاثنين دليل واحد، كان بيضاعف حديث بما تحكم، قال: بكتاب الله، قال: فإن لم أجد، قال: فبسنة رسول الله، قال: فإن لم تجد، قال: أجتهد يعني ولا آلوا. فبيقول القرآن والسنة منزلة واحدة، القرآن محتاج إلى السنة، بل حاجة القرآن إلى السنة أكثر من حاجة السنة إلى القرآن. البراهين على حجية السنة عديدة،
أولها نصوص القرآن، فإن الله سبحانه في كثير من آي القرآن الكريم أمر بطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وجعل طاعة رسوله طاعة له، وأمر المسلمين إذا تنازعوا في شيء أن يردوه إلى الله وإلى الرسول صلى الله عليه وسلم، ولم يجعل المسلمين خيارا إذا قضى الله عز وجل ورسوله أمرا ونفى الإيمان عمن لم يطمئن إلى قضاء الرسول صلى الله عليه وسلم. فلو ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرج مما قضيت ويسلموا تسليم. يقول ونفى الإيمان عمن لم يطمئن إلى قضاء الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يسلم له. وفي هذا كل بيان برهان من الله عز وجل على أن تشريع الرسول صلى الله عليه وسلم هو تشريع إلهي ويجب الاتباع. قال الله تعالى قل أطيعوا الله والرسول، وقال من يطع الرسول فقد أطاع الله، وقال يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، يعني بنفس اللفظ أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. ثم قال وأولي الأمر منكم، ما قالش وأطيعوا أولي الأمر منكم، لأن طاعة أولي الأمر مقيدة بطاعة الله عز وجل وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. وقال عز وجل ولو ردوا إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، يدل على أن أولي الأمر يكون الحكام والعلماء. وقال تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وقال فلا ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. وقال وما أتاكم رسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فهذه الآيات تدل باجتماعها وتسانيدها دلالة قطعية على أن الله عز وجل يوجب اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم فيما شرعه. ثانيا إجماع الصحابة في حياته وبعد وفاته على وجوب اتباع سنته، فكانوا في حياته يمضون أحكامه ويمتثلون لأوامره ونواهيه وتحليله وتحريمه، ولا يفرقون في وجوب الاتباع بين حكم أوحي إليه في القرآن وحكم صدر عن الرسول صلى الله عليه وسلم. وكانوا بعد وفاته إذا لم يجدوا في كتاب الله حكم ما نزل بهم رجعوا إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبكر كان إذا لم يحفظ يعني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الواقع سنة خرج فسأل الناس فسأل المسلمين هل فيكم من يحفظ في هذا الأمر سنة يعني عن نبينا صلى الله عليه وسلم، زي ميراث الجدة يعني شاهد له يعني محمد بن مسلمة ولا شاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أعطاه السدس، وأيضا عمر بن الخطاب لما كان رايح الشام وسمع أن الطاعون نزل في الشام فسأل فأخبروا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان في أرض وأنتم فيها فلا تخرجوا منها، ده الحجر الصحي دلوقتي، وإذا وقع في أرض يعني وأنتم خارجها فلا تدخلوها. فقيل له أفرار من قدر الله؟ قال نفر من قدر الله إلى قدر الله. فيقول إجماع الصحابة يعني في حياته وبعد وفاته على وجوب اتباع سنته. ثالثها أن القرآن فرض على الناس عدة فرائض مجملة غير مبينة لهم تفصل في القرآن أحكامها، لم تفصل في القرآن أحكامها ولا كيفية أدائها. فقال تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وقال كتب عليكم الصيام، وقال ولله الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ولم يبين كيف تقام الصلاة وتؤتى الزكاة ويؤدى الصوم والحج. وقد بين الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الإجمال بسنته القولية والعملية. لأن الله سبحانه وتعالى منحه سلطة هذا التبيين بقوله تعالى وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم، والذكر هنا بمعنى إيه؟ السنة. ولذلك إن نحن نزلنا الذكرى، الذكر يشمل الكتاب والسنة، فالله عز وجل حافظ الكتاب وحافظ السنة، فالذكر هنا بمعنى السنة. فلو لم تكن هذه السنة البيانية حجة على المسلمين وقانونا واجب الاتباع ما أمكن تنفيذ فرائض القرآن ولا اتباع أحكامه، كيف نقيم الصلاة وكيف نؤدي الزكاة وكيف نصوم وكيف نحج، كل هذا مبين في السنة. الأحكام التي جاءت بها السنة، النوع الأول أحكام موافقة لأحكام القرآن مؤكدة لها، من هذا النوع النهي عن حقوق الوالدين في آيات في القرآن وفي أحاديث نبوية بتنهي عن حقوق الوالدين،
وعن شاية الزور وعن قتل النفس ونحو ذلك. يبقى السنة أتت بأحكام توافق الإيه؟ القرآن، من باب توافر الأدلة، إن هناك أدلة قرآنية وأدلة من السنة. النوع الثاني مبينة لمعاني القرآن وفصلة لمجمله، زي الإيه؟ مناسك الحج، نصاب الزكاة، مقدار ما يقطع فيه السارق، قطع الإيد هل من الرسخ ولا من الكوع ولا من أعلى الذراع بعد العضد، كل هذا يبين في الإيه؟ في السنة. مبينة لمعاني القرآن مفصلة لمجمله. النوع الثالث تأتي السنة بأحكام مقيدة لمطلق القرآن أو مخصصة لعامه، لا وصية لوارث مثلا. النوع الرابع حكم سكت عنه القرآن وجاءت به السنة، السنة تستقل بالتشريع. يبقى أول حاجة أنها بتجيب أحكام توافق أحكام القرآن، توافق الأدلة، تبين مجمل القرآن، تأتي بأحكام مقيدة لمطلق القرآن، تأتي بأحكام سكت عنها القرآن، جاءت بها السنة، أن السنة مستقلة بتشريع الأحكام، وأنها كالقرآن في هذا الباب. دل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. أمثلة ذلك تحريم الحمر الأهلية اللي هي الإنسية اللي في البيوت، يعني غير الحمر الوحشية اللي هي في الصحراء المتوحشة يعني، وأكل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير، كل ما له ناب زي الكلب والذئب والأسد والنمر كل ذي محرم، يعني أكلها لها ناب من السباع أكلة لحوم ومخلب من الطير زي النسر والصقر. والحكم بشاهد ويمين، يعني واحد جاب شاهد بس هو عايز يثبت حق، لا شاهد بس يمكن يحلف يمين يقوي هذا الشاهد. جواز الرهن في الحضر، هو القرآن جاب الرهن في الايه؟ في السفر. وجوب الدية على العاقلة، ده حكم مستقل، دية على العاقلة بالنسبة لقتل الخطأ، العاقلة هم أقارب الرجل من جهة أبيه عمامه وأبوه وأخواته وولاد عمه، ميراث الجدة اللي الناس السلام أعطاها السدس، فدي كلها أحكام استقلت بها السنة. وأيضا الجمع بين المرأة وعماتها والمرأة وخالتها، القرآن نهى على الجمع بين الإيه؟ الأختين، واحد متجوز واحدة ما تجوزش أختها. ليه؟ لأن غالبا يقع يعني ضغائن وبغضاء بين الضرائر، فعشان ما تقطعش الأرحام ما يجمعش بين أختين، لو ماتت واحدة ممكن يتزوج الثانية. والسنة تنهي عن الجمع بين المرأة وعمتها، لأن نفس الحكمة أيضا هيبقى فيه ضغينة وقطيعة رحم بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها. فالسنة بتأتي بأحكام يعني لم ترد في القرآن تستقل بالتشريع. نقف عند الدليل الثالث وهو الإجماع. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، صلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.